نلتقي اليوم لنشهد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الحقيبة الإلكترونية التي يرعاها المجلس الأعلى للاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مدرسة الوفرة الإعدادية المستقلة للبنات. بداية أعطيكم نبذة سريعة عن المجلس الأعلى للاتصال وتكنولوجيا المعلومات. أسس هذا المجلس في ديسمبر 2004 بموجب مرسوم أميري، والهدف من المجلس هو تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر، بالإضافة إلى تفعيل دور تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في جميع مناحي الحياة، وطبعاً أهم هذه المناحي هو المجال التعليمي. لذلك أسس المجلس الأعلى للاتصالات إدارة التعليم الإلكتروني لكي ترعى هذه الناحية من تفعيل دور تكنولوجيا في التعليم. قمنا ببناء استراتيجية للتعليم الإلكتروني في دولة قطر، والاستراتيجية تتكون من محورين. المحور الأول يركز على جانب دور التكنولوجيا في المدارس، خاصة المدارس المستقلة، بحيث بكونها مدارس حديثة ومحدثة وجاهزيتها لتفعيل دور التكنولوجيا في التعليم أقرب لغيرها. وهناك أيضا محور آخر، محور بناء القدرات وأيضا تفعيل دور التكنولوجيا في المجتمع بشكل عام، بحيث يكون عامل من عوامل النهوض بطرق المستويات والحقيبة الإلكترونية. في الواقع هي أطلق عليها هذا الاسم لأنها فعلا هي حقيبة ولكن إلكترونية، هي عبارة عن كمبيوتر محمول من نوع تابلت بي سي. هذا الكمبيوتر هو الحقيبة بذاتها، يحتوي بداخله الكتاب المدرسي كما هو الحال في الحقيبة العادية. في جميع المواد ممكن أن تكون هناك لها كتب مدرسية إلكترونية. أيضا يحتوي بداخله الدفاتر والأقلام التي يحتاجها الطالب، ولكن بشكل إلكتروني، بحيث يستطيع الطالب أن يأخذ نوتس أو ملاحظات أو أن يعني يأخذ ملاحظات على ما يجري في الصف، سواء كان من شرح المعلم أو من تعليقات الطلاب، في دفتر إلكتروني في هذا الكمبيوتر المحمول، دون الحاجة إلى أن تكون هناك دفاتر، دفتر للصف، دفتر للبيت، ودفتر للواجب، ودفتر للأنشطة. كل هذه تكون موجود بشكل إلكتروني. والقلم، قلم إلكتروني يكتب فيه ويمحي ويستخدم كل المزايا المتاحة في القلم والورقة التقليدية، يمكن تطبيقها في هذا الميزان. أيضا بالإضافة للكتاب وبالإضافة إلى الدفتر والقلم، هناك أيضا في مادة الرياضيات مثلا الهندسة، توجد كل ما يحتاج الطالب من أدوات هندسية في موجودة في هذه الحقيبة، منقلب، فجار، غير ذلك. في الرسم والفنون أيضا يمكن أن يستخدمها في الرسم والفنون وغير ذلك. في تعلم اللغة كمسجل للصوت وأيضا للاستماع، كل ما يحتاج الطالب من أدوات تعليمية يحملها عادة معاه في حقيبة مدرسية موجودة في هذه الحقيبة الإلكترونية، والتي كما ذكرت عبارة عن كمبيوتر محمول من نوع التابلت الذي يسمح بأن يقوم الطالب بالكتابة على شاشة هذا الكمبيوتر. تزويد 200 طالبة من الصف السابع في مدرسة الوفرة الإعدادية المستقلة للبنات، بحيث يتم استخدامه بشكل تدريجي عبر المواد، مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية عبر هذا العام ومن ثم في الأعمار المقبلة، بحيث أن يكون هناك عملية تعميم أكبر على مواد ثانية. الكمبيوتر يقبل جميع اللغات، هو يعني حيادي في تعامله مع المادة سواء كانت اللغة العربية أو غيرها، وبالتالي أيضا حيادي في تعامله مع المواد الثانية سواء كانت العلوم الشرعية أو المواد الاجتماعية. تم اختيار طبعا مدرسة الوفرة الإعدادية المستقلة للبنات لسبب استعداديتها وجاهزيتها لتطبيق هذه التكنولوجيا بفاعلية كبيرة. المدرسة كانت عضو من مجموعة المدارس التي قمنا بتطبيق شبكة المعرفة فيها في العام الماضي، وهي مدرسة متجاوبة تماما في هذا المجال. طبعا أشكر وأنوه بدور قيادة هذه المدرسة السيدة آمنة خليفة بشربار، وأيضا بقيادة الدكتور ماجد إبراهيم
في هذا الموضوع. هذا مهم جدا، قياده القياده المدرسيه ان تدخل. لا يوجد اي نجاح لاي فعاليه او اي تجربه او اي تكنولوجيا الا من خلال التدخل المباشر والمتابعه المباشره والدعم المباشر من قبل القياده المدرسيه. طبعا نحن في قطر نقوم يعني بهذا، لا نقومه يعني لا نقوم بذلك بشكل مستقل او منفرد. هذه التجربه تم تطبيقها في بلدان اخرى في بريطانيا وايضا في سنغافوره، وهي تجربه ناجحه جدا واثبتت قدرتها على رفع مستوى الاداء الاكاديمي للطلاب وايضا مستوى عطاء المعلم وتفعيل دوره فعلا كمعلم بدلا من ان يكون ملقي للبيانات للبيانات والمعلومات للطالب. لذلك قمنا بعمل شراكه مع الجهه المسؤوله عن هذا الموضوع في سنغافوره متمثله في مؤسسه الاتصالات تطوير الاتصالات والتكنولوجيا في سنغافوره الاي دي اي انفوكوم ديفلوبمنت اوثوريتي. هم موجودين معنا هنا ايضا ممثل عنهم، وايضا طبعا قمنا بابرام شراكه مع المؤسسات المختصه في تكنولوجيا التعليم في سنغافوره لتقوم ايضا مساعدتنا في تطبيق هذه التكنولوجيا في دوله قطر، وهم ايضا موجودين من مجموعه شركات في هذه القاعه. اليوم ما سيقومون بتوزيع الكمبيوترات على المدرسين اولا، وعمل ورشه عمل للمدرسات اولا، وعمل ورشه عمل للمدرسات حول استخدام هذه التكنولوجيا كناحيه تقنيه. طبعا التكنولوجيا ليست هي مفيده وفيها الكثير من المزايا، ولكن تاخذ بعض الوقت لكي يتمكن المعلم من استخدامها بالطريقه التي يستخدم فيها الورقه والقلم او السبوره والطبشوره. هذه طلب مجموعه مهارات ومعارف، ونحن مدركون تماما يعني لهذه الاحتياجات، وبالتالي قمنا باعطاء الوقت الكافي لهذه الورشه، وايضا وقت للمعلم او عفوا للمعلمه لكي تقوم بتجريب هذه التكنولوجيا في بيئه امنه، بحيث ان الخطا يعني او ستحدث اثرات كثيره طبعا لا تؤثر على تعلم الطالب، سيكون هناك يعني في بيئه منفصله في هذا، ومن ثم ندخله على الطلاب، وايضا تاخذ مرحله لكي يتمكن الطلاب من تشغيل هذه التكنولوجيا، ومن ثم ننتقل الى مرحله تكون المعلمه قادره على دمج هذه التكنولوجيا بشكل متكامل مع العمليه التعليميه بدلا من استخدامها بطريقه شكليه، لان طبعا التكنولوجيا اللي استخدمت بطريقه شكليه لا تؤتي ثمار، وانما هي تضييع للاوقات والجهود والاموال.